تحريرنا من العصابات الأسدية. قالوا ليك ما عطل عنا شيء، جاي الشتوية والحطب رح ينفذ، الحطب رح ينفذ بكرة، بتجي الشتوية كله بيجي عليه مي بتبلل، نحن كيف نأكل بعدها؟ بس رب العالمين موجود، حكمة رب العالمين أكبر من كل شيء، والحمد لله رب العالمين صامدين وما رح نسلم حمص القديم لو شو ما صار. والله أكبر. الله يعطيك العافية.